الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله يتقبل منا يا رب العالمين. حكم من طلق الزوجة قبل الدخول، يعني كتب كتابه، عقد وطلقها، وبعد ما طلقها قبل الدخول، يعني طبعا تعرضت علينا مشكلة. كان واحد كاتب كتابه واختلفوا بقى في مشكلة كده قبل الجواز، قال لها روحي وانت طالق. بعض الإخوة دخلوا وحلوا المشكلة ورجعت. أول ما رجعت طبعا ورجعتك لعصمتي ومعهم عيلين دلوقتي، وبعد كده اختخنقوا تاني، قال لها روحي وانت طالق. فرجعوا لأهل العلم في الأزهر، فقالوا العالم قال له تعالى انت بتقول طلقت قبل الدخول، وبعد كده بتقول رجعتك وبعد كده طلقتها تاني، مش دعوه بقى بالتانيه والتالته، انا ليا الاولانيه. اذا في قول الله اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها، واللي ملهاش عده ملهاش رجعه، انتوا كده عايشين مع بعض في الحرام. قال له ده انا معايا عيلين دلوقتي. قال له وطئ شبهه، ما كنتش تعرف، بس المفروض تسال. انت بتسال على ما تكون مريض، بتروح تسال استشاري وعند طبيب الابدان وطبيب الاديان، ما بتسالش ليه؟ قالوا طب نعمل ايه دلوقتي؟ قالوا نحل المشكله. اللي طلق قبل الدخول، فطبعا عشان ترجع لازم ترجع بعقد جديد ومهر جديد. فروحنا عملنا صيغه المهر، طبعا اتنزل على المتاخر، دفع جزء منه وسامحته في جزء، وعملنا نفس القصة، متأخر جديد حددناه وشهود وإشهار وإذن الولي، وجي في بعض الناس قام بصيغة العقد الشرعية، زوجتك موكلتي، وبعد كده راح واخد زوجته واتكل على الله روح بيته. طب لو ما عملوش كده يبقى عايشين مع بعض في الحرام. فاللي يطلق قبل الدخول لازم ترجع بعقد جديد ومهر جديد. إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتهن من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ربنا علمنا ما ينفعنا، رزقنا حسن الخاتمة، جزاكم الله خير.